جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع قمر الدين الشيخ من السودان بعث برسالة يقول: إذا حضرت إلى المسجد ووجدت الإمام قد انتهى من الصلاة وشخص مسبوق، هل أصلي معه أو كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. الأولى أن تصلي وحدك أو مع جماعة آخرين قد فاتتهم الصلاة ولو واحدا، فإذا كان هناك من هو مثلك قد فاتتهم الصلاة فإنك تصلي معهم، وإذا لم تجد أحدا فالأولى أن تصلي وحدك. وإن دخلت مع المسبوق واعتبرته إماما لك فهذا محل خلاف بين أهل العلم. نعم.